أهلا بكم. وسط أجواء مشحونة يبدأ اليوم مجلس الشيوخ الأمريكي بإجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ليكون بهذه المحاكمة أول رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه إجراءات عزل ومحاكمة في الكونغرس لمرتين، كما ستكون هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مجلس الشيوخ أو يحاكم فيها مجلس الشيوخ رئيسا سابقا. ولهذا السبب ستنطلق المحاكمة بمناقشة حول دستوريتها، فيما يحتدم الجدل حول استدعاء شهود لتلك المحاكمة. يذكر أن ترامب يواجه تهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي. في أثناء ذلك، طلب محامو ترامب من مجلس الشيوخ العدول فورا عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور ومسرحية سياسية تشكل خطرا على الديمقراطية، في حين اعتبر المدعون الديمقراطيون أن ترامب ارتكب أخطر انتهاك للدستور بتحريضه لأنصاره على اقتحام الكابيتول، مشيرين إلى أن الأدلة ضده قاطعة ولا يوجد دفاع عن أفعاله. في مذكرة تقدم بها محامو ترامب إلى مجلس الشيوخ، أكدوا أن عريضة العزل التي قدمها الديمقراطيون اعتمدت على تحليل لخطاب ترامب أمام مؤيديه، وأن الديمقراطيين وضعوا تلك المذكرة قبل أن يكون هناك أي تحقيق في أحداث الشغب من الأساس. وقال المحامون أن عريضة مدير المحاكمة الديمقراطيين تشير إلى مقاربة غير مرتبطة بالاتهامات الموجهة ضد ترامب، كما أنها تستند إلى تقارير متحيزة. وجاء في المذكرة أن قوات الأمن حصلت على معلومات عن هجمات محتملة على الكونغرس قبل خطاب ترامب من الأساس. كما قال محامو ترامب إن مجلس الشيوخ لا يمتلك الصلاحية الدستورية لإجراء محاكمة العزل لرئيس سابق، كما أن نص وبنود مذكرة العزل لا تمنح مجلس الشيوخ هذه السلطة، بالإضافة إلى أن الدستور يمنح مجلس الشيوخ السلطة على الرؤساء الحاليين للسابقين. وأضاف المحامون أن مذكرة العزل تنتهك حق الرئيس السابق وفقا للتعديل الأولي من الدستور الذي يحمي بدوره خطاب ترامب في 6 يناير. باب تفسير الدستور فتح قبل جلسة العزل الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. الواشنطن بوست طرحت سؤالين بشأن أصول محاكمته. من المتوقع أن تدور حجج المحامين المعارضين في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن سؤالين دستوريين كشفت عنهما صحيفة The Washington Post، وهما دفاع عن خطابه الناري قبل الهجوم العنيف في 6 يناير على مبنى الكابيتول والطعن في شرعية محاكمة رئيس سابق. الصحيفة الأمريكية ذكرت أن إجراء العزل يختلف عن المحاكمة الجنائية نموذجية مع اختلاف القواعد، حيث أن قضية ترامب ستعرض أسئلة قانونية واسعة بشأن ما إذا كانت أفعاله تنتهك الدستور. كما نشر المقال أن معظم الباحثين القانونيين يعتقدون أن المساءلة والإدانة بعد الرئاسة مسموح بها بناء على التاريخ والممارسات السابقة في الكونغرس. وبين سطور المقال استشهدت الصحيفة بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أخذوا بعين الاعتبار آراء القاضي الفيدرالي السابق جي مايكل لوتج، صاحب الجدل بشأن عدم إمكانية عزل ومحاكمة سوى رئيس في منصبه. وفي ختام مقال The Washington Post ذكر أن هناك آراء متباينة بشأن ما إذا كان خطاب ترامب سيعتبر في المحكمة تحريضا على العنف، وأن يعد أحد الاستثناءات التي تسمح للحكومة بالمعاقبة بسبب خطاب معين. إجراءات مساءلة ترامب بدأت بتسلم مجلس الشيوخ رسميا للائحة اتهامه، وذلك تمهيدا للمحاكمة التي يمكن أن تصل إلى حد منعه من الترشح لولاية ثانية. اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي إجراءات رسمية لمساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب بعدما أرسلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في 25 يناير لائحة اتهام ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ بالتحريض على العصيان بعد موافقة مجلس النواب عليها. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جاك شومر وافق على طلب تقدم به الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل من أجل إتاحة المزيد من الوقت لتحضير ترامب ملفه القضائي الجديد على أن تبدأ المحاكمة في 9 فبراير الجاري، ويعني تأييد أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ إدانة ترامب شرعيا. وفيما يشغل الديمقراطيون نصف المقاعد 100 فقط، يتطلب الأمر تصويت 17 جمهوريا ضد شخص ينتمي لحزبهم.
وإذا أدين ترامب يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ التصويت أيضا على منعه من تولي أي منصب عام مرة أخرى. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتدخل في محاكمة سلفه دونالد ترامب. جين ساكيا المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن بايدن سيترك الأمر لمجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن الرئيس ليس لديه الوقت لمتابعة محاكمة ترامب بسبب جدول أعماله المزدحم خلال الأسبوع. وقبيل ساعات من محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ولاية جورجيا تحقق في مساعي ترامب لتغيير نتائج الانتخابات. مكتب وزارة الخارجية في ولاية جورجيا أعلن عن فتح تحقيق رسمي في جهود الرئيس السابق لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية، وذلك على خلفية مكالمة مسجلة تم تسريبها بينه وبين وزير خارجية الولاية حول ما حاول من خلالها إقناعه بإيجاد المزيد من الأصوات لتغيير نتائج الانتخابات.